يبدل القول لدي وما أنا بظلام. أشهد أن محمد رسول الذي جعلنا مسلمين ومن علينا فهدانا صراطه المستقيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وليس بعد الحق إلا الضلال المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اصطفاه واجتباه ومن عليه بختم النبوة فلا نبي بعده. وكل من أعرض عن هديه وتنكب صراطه واتبع غير سبيله كان من أصحاب الجحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ترسم خطاهم وسلك سبيلهم واقتدى بهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أن الله تعالى إنما خلقكم لعبادته وحده لا شريك له، وهذا ما تضافرت عليه آيات الذكر الحكيم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر في الكتاب وفي السنة والإجماع والقياس وكل سبيل يستدل به أهل العقول على أن الله تعالى واحد لا شريك له في ملكه وأسمائه أو صفاته أو إلهيته، وأن كل من أشرك بالله في أي من ذلك كان من أهل النار الذين هم أهلها لا يفتر عنهم عذابها وهم فيها مبلسون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وكتاب الله تعالى من أول سورة فيه إلى آخر سورة منه كلها تقرير لذلك وإثبات له ومحاجة فيه وعنه، وما سلت سيوف الجهاد وأريقت دماء الأنبياء ومن تبعهم من أممهم إلا تقريرا لهذا وبيانا له ودعوة إليه. وكل من قرأ كتاب الله تعالى تبين له ذلك وعلمه، وخاصة أمة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. وقد أخذ الله تعالى ميثاق النبيين من أولهم إلى عيسى بن مريم عليهم السلام، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ليتبعنه وليكونن من أمته، كما أثبت القرآن الكريم ذلك الميثاق والعهد. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أيها المسلمون، إن السورة التي جاء فيها هذا الميثاق هي سورة آل عمران إحدى الزهراوين
اللتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة وتضلانه. ولم يأتي هذا الميثاق في هذه السورة عبثا، بل جاء من لدن حكيم خبير حميد. فالسورة كلها محاجة للنصارى، بل ولليهود، بل كل من عاداهم، من عداهم من ملة غير ملة الإسلام. ففي السورة تقرير ثابت أن الدين عند الله الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وفيها دعوة أهل الكتاب إلى الكلمة السواء والجهاد في سبيل إثبات ذلك والدفاع عنه، واستشهاد الله تعالى أولي العلم على وحدانيته وقيوميته، وبيان أن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون به المتبعون ملته. وفيها أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي السورة إثبات بشرية عيسى عليه السلام، وأنه مخلوق لله، عبد لا ولد، لا يدعى ولا يعبد، وإنما هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي السورة تقرير لا مرية فيه أن اتباع أهل الكتاب أو فريقا منهم يرد المسلم بعد إيمانه كافرا، وأن النعمة التي ألفت بها القلوب وجمعت بها الكلمة ولما الله بها الشتات هي نعمة الإسلام. وبينت السورة أن المنة العظمى هي بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، في السورة أيضا بيان أن من القرآن الكريم آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وانقسام الناس في آياته قسمين: قسم في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقسم رسخ العلم في صدورهم وتبينت لهم المحجة وظهرت لهم الحجة فآمنوا به جميعا وقالوا كل من عند ربنا، وتيقنوا أن الثبات على هذا الرسوخ في العلم والتمسك به لا يكون إلا بعون ممن يملك القلوب ويصرفها كيف يشاء. فابتهلوا إليه خاضعين ورفعوا أكفهم داعين وبه مستعينين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا